خد ال ODE اي قلت له تعرف تجمعوا كلكم في النص، اروح في النص احسن بدل ما اقعد ابص يمين وشمال، فاروح سيب في النص وكده كده. طيب حد عارف ال ODE differential equations؟ عارف يعني ايه ODE؟ انت خدت كورس بتاع ال ODE ولا لا؟ طيب المعادلات التفاضلية مش عايز اقعد اقول هي جاية منين، بس حد فاهم يعني ايه عندك y داش تكون function في الاكس؟ حد فاهم يعني ايه؟ يعني ايه الابلكيشن، ايه الحاجة اللي لما تيجي تعمل لها تاني؟ هو شو فاهمين بس الرياضة اللي بناخدها على كده. طيب المسائل اللي هي بدي بتبقى ال y داش هي دايما او بتقول first order derivative، هي انت بتبص هو حاجة بتتغير مع حاجة، صح؟ فاهمين الفكرة؟ حاجة بتتغير مع حاجة، فهي دي بتعملها موديلنج ان هي تكون واي داش. طيب حد عارف الطرق اللي بتحل بيها الاو دي؟ حد فاكر؟ لا دول اويلر ورونج كوتا الفورس فورث اوردر، دي احنا هناخدهم النهارده في نيوميريكال، بس حد عارف جنرال كده عشان لو انت بعد كده بتحل اي مساله في اي حاجه. سيباريشن فاريبل انت كنت خدته، انا بس هلف لكم على الكورس كده بسرعه سريعه يعني على الحاجات اللي خدتوها كلها في الاو دي. انت كنت خدته الفيرست اوردر، فيرست اوردر يعني عندك واي داش، بنتكلم على الاوردر اوف ديريفيتيف مش الاوردر بتاعه الايكويشن، مش اعلى باور يعني. طيب كان فيرست اوردر اخدته طرق بتحل الفيرست اوردر، منهم الهوموجينيوس سيبريشن، الاكزاكت ريديوسبل تو اكزاكت، السيبربل، كل الحاجات اللي انتوا مش لازم تبقى فاكرها بس عارف ان في كده كاتيجوري كده بتحل بيه الفيرست اوردر. بعد كده اخدته الهاير اوردر، لو الناس فاكره كنت بتجيب حل، كنت بنجيب الحل، كنا بنكتب الحل هو الجزء الهوموجينيوس والجزء البارتيكولر، ده كنت بتحله الهاير اوردر. هاير اوردر دريفتيف يعني انت عندك من اول الواي دبل داش والواي تريبل داش والحاجات دي. طيب كل الطرق دي هي طرق اناليتيكال عشان تحل. ده على فكره فرع بيحل الديفرنشال ايكويشنز او الاو دي اي، الاوردينري ديفرنشال ايكويشن. ليه اوردينري؟ عشان الاسبوع اللي جاي ناخد البارشل ديفرنشال ايكويشن. يعني ايه اوردينري ديفرنشال ايكويشن؟ يعني ايه بارشل ديفرنشال ايكويشن؟ حد عارف؟ حد فاهم يعني ايه؟ هما في الاخر هما differential equations، معادلات تفاضلية، لكن ايه الفرق ما بين اقول partially partial ان انا اقول ordinary؟ حد عارف؟ صح، ان انت عندك ال y هي df او dy by dx، ال y داش هي dy by dx، ال d اللي بنكتبه ده اللي هو operator d دوت انت complete derivative، هو ال y تكون function في ال x بس، فاحنا بنتكلم على complete derivative. كان في جزء كده برضو فرع في الرياضه انتوا خدتوه اللي هو البارشل ديفرنسيشن، حد فاكره؟ تشين رول والحاجات دي، لو الواي فانكشن في اكس وواي وزد، او خلينا نتكلم واي هي فانكشن في اكس ودبليو زد، يبقى لما اعمل ديفرنسيشن بالواي بالنسبه للزد هي دي مش كومبليت دريفت، دي عباره عن ايه؟ بارشل دريفت. ده طبعا اللي هناخد هناخد ازاي بنحل البارشل ديفرنشال ايكويشن، يعني هناخد كده طرق نيوميريكال نحل بيها. بس هرجع تاني للاورديني ديفرنشال ايكويشن، احنا في الطرق اللي هي بتحل الفيرست اوردر والهاير اوردر قلناهم كده سريعا. في بعد كده كان في حاجه تانيه مش عارف خدتوها ولا اخدت اللابلاس. اللابلاس على فكره هي طول قويه جدا بيحلوا بيها دايما الاو دي اي، هي من ساعات بتبقى بتجيب لك بتحل المسائل الصعبه بطريقه سهله شويه. هو اللابلاس بتاعي مهم جدا بالنسبه لكم في الكهرباء، يعني من الحاجات اللي هي غالبا هتلاقوه خبط فيكم في كذا كورس وانت ماشي تقريبا، انا بفتي بس يعني غالبا بفتي صح يعني. طيب اخر حاجه ناخدها اللي هو الحل النيوميريكال. الحل النيوميريكال اللي تاني كلمه اللي بقولها في كل توبيك برضه هو النيوميريكال، يعني احنا معانا حل ايه وبنجيب منه حل ايه. حل وحش وبنقعد نحسب فيه. طيب انا النهارده هشرح بس طريقتين من الاربعه، هو الاربع طرق هم احنا عندنا الاويلر وفي الموديفايد اويلر وفي رونج كوتا وفي اللي هي الميلر، في حاجه تاني كان في التيلر تقريبا هو التالت ترمات اللي هو غالبا هي الموديفايد اويلر. طيب هنحل بس بالاثنين دول، هم دول اللي عليهم الشيت النهارده، والاسبوع اللي جاي مع البارشل ديفرنشال ايكويشن ندي الطرق التانيه. هي فكره الطرق التانيه ما فيهاش حاجه مختلفه، يعني هي الموديفايد اويلر هي شبه الاويلر بس الترم بيزيد. الرونج كوتا رونج كوتا هي طريقه واحده. خليني بس اقول لكم على حاجه، الاسئله بتاعت الاو دي اي، الاسئله بتاعت الاو دي اي هي يبان عليها سؤال سهل وكل حاجه وهو سهل، حساباته كتيره جدا. هتشوفوا لما نيجي ناخد الرونج كوتا حسابات كتيره بطريقه مبالغ فيها وكلها مبنيه على بعض، خلاص انت غلطت في ستيب الارقام كلها بعد كده بتبوظ. من الاسئله اللي هي لو ما مشيتش ايدك قبل الفاينل اعرف ان انت غالبا يعني ما حد
حدش يحل الرينج كوتا ده اول مره في الامتحان. انا بس بقول طبيعي اول مره تيجي تحل رينج كوتا في البيت اول سؤال تلاقي نفسك السؤال بياخد منك نص ساعه ساعه، هتلاقي نفسك بتسرح. هو رينج كوتا ده بالذات هتلاقوه كده، بس بقول لكم عن تجربه يعني. رينج كوتا هتلاقوا الموضوع بيبقى سخيف جدا لما تيجي تحل اول سؤال. طيب احنا هنحل ايه؟ هنحل الفيرست اوردر او دي اي، فيرست اوردر اللي هو الاوردر بتاع الديريفت، وهنحل نوع تاني من المسائل اللي احنا هنحل سيمونتينيوس. اوريكم يعني ايه سيمونتينيوس او دي اي، وهنحل الهاير او دي اي. هم دول التلات انواع من المسائل اللي احنا هنلاقيهم في الشيت، ودول اللي هتلاقيهم اللي بنحل بيهم كل الحاجات دي. طيب هو ايه اويلر ده؟ نكتب كده الايكويشن بتاعته وبعد كده نشوف سؤال نبدا نحل عليه. هو كل الجيفن في المسائل ان انت عندك y داش هي equal f of x و y وعندنا بيبقى الجيفن ان هي بتبقى اسمها IVP او initial value problem، ان هو دايما بيبقى جيفن ان ال y of x not equal y not، وكل المطلوب عندي ان انا اجيب y عند x واحد او y عند x اتنين وهكذا. هما دول الحاجات الجيفن. يعني ايه السؤال من الاخر بس عشان نبقى فاهمين؟ سؤال انت مش بتقعد مش بتحل، انا مش بحل علشان اجيب المعادله. يعني ايه حل الاو دي اي؟ حل المعادله بتاعت الاو دي اي يعني لو قلت لك مثلا ان واي داش، خلينا ناخد اي سؤال حتى من الشيء، واي داش ايكوال ساين اكس زائد اي تو ذا باور ماينس اكس، ده مثلا معادله الاو دي اي. وجيفن معاها هي initial value problem، فجيفن ان ال y of 0 equal 0 هي دي السؤال بالشكل ده. لو انت بتحل او دي اي بالطرق اللي احنا عارفينها هي دي first order differential equation. ليه first order؟ عشان ما عنديش غير y داش، مش بتكلم على الاوردر بتاعت الايكويشن، بتكلم على الاوردر بتاعت الديفرنشال ايكويشن. طيب دي لو تعرف تعمل لها انتجريشن اعمل لها انتجريشن، يعني تعرف تحلها. هي ال y هي عباره عن مين؟ انتجريشن بتاع الساي هو نيجاتيف كوزاين الاي تو ذا باور ماينس اكس، تعرف انتجريته ماينس اي. دي اسهل سؤال ممكن تحله اللي هو سيبربل، اللي هو احنا كنت بتكتبه ان الدي واي على دي اكس ايكوال الكلام ده، وتودي ده الناحيه الثانيه وده الناحيه الثانيه، اللي هي في الاخر بتكتب ان الواي هو الانتجريشن بتاع الناحيه اليمين. او من الاخر انت تقدر تقولي ان الواي هي ماينس كوزاين اكس ماينس اي تو ذا باور ماينس اكس. هي دي المعادله. يعني ايه دي المعادله اللي انا جبته من ده؟ جبت هي واي في الاخر فانكشن في الاكس والواي، هي بتبقى فانكشن في الاكس والواي حقيقه، بس هي الواي هنا فانكشن بس جت في اليمين في اف اوف اكس. هعمل ايه بالمعادله دي؟ ايه المعادله اللي انا جبتها؟ اعرف اجيب منها ايه قيمه الواي بتاعتها؟ بص بقى هوريكم اللعبه كلها. هي كل الفكره ان انا بدي لك ان الواي عند الاكس نوت اللي هي بزيرو، ان الواي نوت ايكوال كام؟ زيرو. كل الموضوع في النيوميريكال احنا مش هنعمل الانتجريشن ده. امال هنعمل ايه؟ هيقول لك جيفن النقطه دي روح هات لي ايه، هات لي عند هنا، يعني سي مثلا هات لي عند الاكس 1 ايكوال 1. هنجيبها ازاي؟ هتلاقي في معادله هناخدها سواء اويلر او رينج كوتا، هيقول لك جيفن البوينت دي وجيفن الديفرنشال ايكويشن انا اعرف اجيب لك مين. طيب خليكم عارفين حاجه، كل الطرق النيوميريكال اللي بتحل الاوردينري ديفرنشال ايكويشن هي اخرها من نقطه بتجيب ايه؟ نقطة تاني. ما بعرفش اجيب ولا معادلة ولا اجيب اكتر من نقطة، انا كل مرة بمشي اجيب ايه؟ نقطة جديدة. يعني من الاكس نوت والواي نوت هعرف اجيب عند اكس 1 هعرف اجيب مين؟ واي 1. بعديها اعرف اروح اجيب عند اكس 2 وهكذا، تفضل تمشي بالطريقة دي. طبعا الاسئلة بتبقى طويلة وسخيفة لو قال لك دلوقتي عند الاكس نوت بتساوي 0 قال لك روح هات لي عند اكس 1 بنص واكس 2 بواحد واكس 3 بواحد ونص. هيقعد لو كل ما يديك فاليوز كل ما هتلاقي نفسك هي كانها بتتقسم مسائل، فاهمين الفكره؟ كلها هي لما يجيب لك عند كذا نقطه كانك بتحل، لو ثلاث نقط يبقى كانك بتحل ثلاث مسائل لوحدك. طيب خلينا نرجع هنا بس كده لطريقه اويلر ونحل السؤال الاول في الشيت ده. الشيت السؤال الاولاني كده كان كل اللي بيقول لنا ان احنا عايز واي عند نص
الثاني هي y داش equal sin x زائد e to the power minus x. كان كل الجيفن بالنسبة لي ان y not equal 0. تعالوا هو كل اللي هنعمله النهارده بس في اويلر ده لا هي مفيش غير ان احنا قاعدين بنعوض بس. ده الموضوع بسيط جدا 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 في اويلر. طيب نعمل ايه؟ حد عنده فكره؟ بصوا كده على الايكويشن بتاعت اويلر، هي دي الايكويشن اللي انت هتستخدمها لتعوض بيها. لازم بس تبقى فاهم مين تعالى كده نقراها. هي انت بتجيب y عند مين؟ عند i بلس 1 باستخدام مين؟ تعالى نبص كده على الرايت هاند سايد، عندك مين هنا على اليمين؟ y i زائد h i. فاهمين مين ال h i دي؟ مين ال h i؟ بين ال x وال. تمام، يعني بصوا كده هقول لك هنا تعالى نرسم كده السؤال هنا ونحاول كده نجيبه. هو كان جيفن هنا ان ال y عند ال x الاولانيه اللي هي x نوت بزيرو، ان ال y نوت بكام؟ بزيرو برضه، دي ال initial value problem. طيب المفروض من ده هروح اجيب مين؟ بالظبط عند ال x1 equal نص انا محتاج اجيب y1، هي دي اللي انا معرفهاش. طيب الكلام ده هنا من ده لده انا عندي ال h الاولانيه اللي هي ال h الاولانيه اللي هي h نوت، h نوت اللي هم الفرق ما بين مين؟ طيب هتلاقوا ان ال h i هي الفرق ما بين مين؟ ما بين ال x i plus 1 هي النقطه اللي عايز احسب عندها وال x i القديم. يعني ده هيبقى الفرق ما بين نص ماينس زيرو اللي هو كام؟ اللي هو نص. حد عارف السؤال ده هنحله لوحده بعد كده نروح نحل لي سؤال؟ طيب تعالى كده انا هسبق كده الاحداث معلش شويه كده وهقول لك هنا عند الاكس 2 بتساوي 1 انا محتاج اجيب الواي 2. هسبق سنه كده عشان نقرا الايكويشن ونحاول نفهم عشان لو انت بتحل تبقى فاهم الدنيا. بص كده هي الواي، الواي عشان تحسبها محتاج مين على اليمين؟ قولوا لي كده محتاج كام نقطة يا ابني؟ الواي الجديد هو الواي اللي قبلك بالظبط. طيب لما انا احسب هنا عند الاكس 1 بنص عايز احسب الواي 1 ما عنديش غير الاكس نوت والواي نوت. مظبوط كده؟ فالدنيا هنا تمام. الاتش اي انا عارف خلاص ان هو اللي بنص اللي هو الفرق الاكسات. اف اوف اكس اي واي اي مين الاف ده؟ بصوا جنرالي كده انا كاتب لك السؤال فوق ان الواي داش ايكوال مين؟ طيب تعالى كده هنا معلش نرصها. يعني انا عايز احسب هنا ان ال y1 هو عباره عن مين؟ اكتبوا لي كده الايكويشن هي عباره عن y نوت، y نوت زائد h نوت، h نوت مضروب في الاف عن x نوت y نوت. اديكوا شفتوا عشان تحسب النقطه 1 كل اللي قبلكم ما مين؟ هم نوت، يعني نقطه بس قبلك. طيب هي مين ال y نوت؟ تعالوا نعوض هنا دي 0. مين ال h نوت؟ نص. الاف دي يعني معناها ان انا هعمل ايه؟ هعوض في مين بقى؟ تمام. الفانكشن هي دي، دي بالنسبه لي هي الاف اوف اكس وايه؟ واي. طيب هي دي هعوض بكام؟ هي دي حقيقه هي اف بس في مين؟ في اكس، ما فيهاش حاجه في واي. يعني هنا هعوض بساين كام؟ ساين زيرو زائد اي تو ذا باور ماينس زيرو. لما تحسبوا الفاليو دي هتطلع لك هنا ان احنا جبنا ان ال y1 بتساوي نص. عشان ساين زيرو الكلام ده كله ايوه. طيب نص، فتعالوا نروح نكتب هنا ان y1 بتساوي نص. ده على فكره كده ممكن تشد خط وتقول انا حليت اول سؤال من السؤالين اللي موجودين جوه سؤال واحد. دلوقتي بقت مساله جديده خالص. ايه المساله الجديده؟ ان انا عايز اروح اجيب y2. على فكره في ناس كانت لما بتشرح الحاجات دي كان بيعمل كده، يمسح النقطه الاولانيه وقال لك دي بدل ما تسميها اكس 1 واي، واي 1 سميها مين؟ بالظبط. واروح اجيب ايه؟ النقطه الجديده، لان طريقه اويلر انت محتاج بس ايه؟ نقطه قبلك. انت مش محتاج تعرف هي النقطه اللي قبلها كانت ايه، انت محتاج بس تعرف مين النقطه اللي قبلها. بس هقول لكم على حاجه برضو بالمره، هو بالنقطه دي من ده عشان احسب دي كان ممكن استخدم دي؟ بس حل وحش جدا. انا بقول لكم على حاجه عشان برضو لو دماغك وديتك ان انت عايز تحل السؤال عند اكس 2 قبل ما تحل عند اكس 1 هي نيوميريكلي صح، بتحل صح، بس دي حل حلو؟ لا، حل وحش جدا. وبقول لكم ما تستخدموش، اديني بقول لكم اهو ما تستخدموش، الدكتور هينقصكم او غالبا هيسيب لك السؤال كله غلط. الصح انك بتروح تجيب كل نقطه من نقطه بتجيب النقطه اللي بعدها. طيب قولوا لي هنا بس التعويضه هي واي 2 ايكوال ايه؟ واي 1، واي 1 اللي هو نص زائد الفرق ما بين دول برضه هيبقى نص.
ساين كام بقى؟ ساين نص. ساين نص زائد اي تو ذا باور ماينس نص، تمام كده؟ ساين واحد. ساين واحد بنستخدم انهي ساين بقى؟ راديان. مين اكس؟ اكس. تعالى كده هنرجع نكتبها تاني. واي 2 اكتب لي كده قول لي الايكويشن بتاعتها، هي عباره عن واي 1 زائد اتش 1 في الاف عن اكس 1 واي 1. هل انت بتستخدم اكس 2؟ لا، دي اللي انا عايز احسب عندها. طب هتقول لي هي بانت فين في الحسابات؟ ما بتبانش في اويلر غير بس في مين؟ في الاتش. يعني ايه بانت في الاتش؟ هي بانت في الاتش ان هي فرق مين؟ الاكس اللي انا عايز احسب عندها من الاكس اللي قبل، بس هي دي اللي بتبان. طيب سؤال، هو السؤال ده لازم الاتش تكون ثابته؟ يعني لازم بعد الزيرو يقول لك نص يبقى لازم اللي بعديها واحد؟ لا، ممكن الواحد ده يقول لك 1.2. هل انت زعلان من حاجه؟ لا، كله هيتغير عندك. هو مين؟ هو الاتش. حد عنده مشكله؟ الاويلر على فكره هي من ابسط الطرق اللي بتحل الاو دي اي، هي طريقه بسيطه جدا وتبان عليها ما يعني حاجات كده في الرياضه بلاش نقعد نتكلم فيها، ملهاش لازم نتكلم عنها دلوقتي. طيب خلينا كده، دي اول حاجه، بس ان احنا الحاجه اللي احنا بنحلها ان احنا عندنا سؤال اللي هم الفيرست اوردر، عندنا حاجه اسمها السيمولتينيوس، وعندنا الهاير اوردر. على فكره دول ثلاث اشكال الاسئله اللي احنا هنحلهم في الشيت كله، او دول اللي ليهم علاقه بالاو دي اي فعليا. بس عشان اكون صريح معاكم، دي هي دي، دي هي هي بالظبط دي. طيب تعالوا كده نحل السؤال الثاني في الشيت. السؤال الثاني في الشيت بيقول لك واي داش ايكوال 3 واي زائد 2 زد وزد داش ايكوال 4 واي زائد زد. افصلهم معلش كده، اكتبهم جنب بعض. طيب كل الفكره ان هو عايز يحسب الواي والزد. تعالوا نرسم على طول، هرسم لكم اللي هو مديهولي. طيب هو مديني هنا النقطه الاولانيه عند اكس نود بتساوي 0، مديني ان واي نود بتساوي 0 وزد نود بتساوي 1. كل اللي هو عايز يحسبه ان هو عايز يحسب عند 0.2، يعني دي هي الـ x1، عايز يحسب الـ y1 بكام والـ z1 بكام، وعايز يحسب هنا عند الـ x2 بـ 0.3، عايز يحسب الـ y2 والـ y3. حد عنده فكرة ازاي نحل السؤال ده؟ على فكرة السؤال ده من غير ما اشرح لكم هو ازاي نحل بيه، هو هتحله برضه باستخدام اويلر العادي خالص. بس هنا هو في حاجة، مفيش اكسات. ايه الحاجة المختلفة؟ مفيش اكسات اصلا. مفيش ايه؟ مفيش اكسات في المعادله، مش فارق معايا. بص بقى كده معايا، واي داش اللي انا كنت كاتبها لك على الشمال هي فانكشن في مين ومين؟ طيب عارف واي داش هنا هي فانكشن في مين؟ قولوا. لا حقيقه هي فانكشن في اكس ومين تاني؟ وواي ومين تاني؟ وزد. بقت فانكشن في ثلاثه فاريبلز، واحد منهم هي نفس الواي اللي هي اللي معمول لها الدريفت. نفس الكلام هي الزد داش. الزد داش ممكن بدل ما الاف مثلا نقول هي جي، جي في اكس وواي وزد. انا فاهم ان انت شايف ان الاكس مختفيه، ليه هنا بيخفي الاكس؟ عشان يسهل عليك شويه في الحسابات. بس خلينا فاهمين حاجه، تعالوا نرجع تاني للسؤال. هو السؤال ان انا عندي نقطه اكس نوت والواي نوت والزد نوت، انا عايز اجيب منها مين؟ هتلاقي هو نفس الايكويشن بتاعت اويلر، بس المره دي بدل ما بتعوض بس باكس وواي هتلاقي نفسك بتعوض بمين عشان تجيب الواي؟ باكس واي وزد. ونفس الكلام هي ليه بيسموها سيمالتينيوس؟ سيمالتينيوس علشان انت لما تحل هنا على اليمين وتجيب واي 1، ركزوا معايا كده، عشان تجيب هنا واي 1 انت بتستخدم النقطه اللي قبلك كلها، صح كده؟ فعليا هو انت في نفس الوقت بتكون بتحل مساله ثانيه على اليمين اللي هي مين؟ زد 1. طب ليه لازم تتحل سيمالتينيوس؟ لو انت جبت من هنا واي 1 وما جبتش زد 1 هل هتعرف تجيب واي 2؟ لا. فعشان كده بيسموها هي ايه؟ سيمالتينيوس. سيمالتينيوس يعني اكني مسكت اثنين هنا وقلت لهم كل واحد ياخد السؤال ده لوحده يحله. تعالوا كده نجرب نحلها. يعني هنا هقسم السؤال كده على الشمال ان انا عندي ان الواي داش ايكوال 3 واي زائد 2 زد، ونقسم الناحيه الثانيه كده هقول ان زد داش ايكوال 4 واي
زائد زد. طيب قولوا لي كده الايكويشن اللي انتوا شايفينها اللي هنستخدمها عشان نجيب الواي 1 هي عباره عن مين؟ تعالوا كده اقروا الايكويشن بتاعت اويلر والفوا لي كده هنكتب ايه على اليمين. الواي 1 بتساوي مين؟ واي نوت زائد مين؟ اتش نوت. فاهمين الاتش نوت هنا بكام؟ بكام؟ بوينت 2 اللي هو فرق الاكسات مضروبه في مين بقى؟ اف اكس وواي وزد. مين دول؟ اكس نوت واي نوت وزد معاها زد نوت. طب تعالوا كده نكتب اللي على اليمين على طول معلش بالمره قبل ما نحل. زد 1 بتساوي ايه؟ زد نوت. زد نوت زائد اتش نوت مضروبه صح. هنا ما تقولش اف، هنا هتقول جي. مين الجي دي؟ هي الايكويشن اللي فيها على الشمال زد داش بتساوي ايه؟ بتساوي حاجه. هوريكم اللعبه واحنا كده حلينا الفيرست اوردر وحلينا مين سيمولتينيس. هوريكم اللعبه اللي جايه ازاي ان الهاير اوردر هو هو اصلا بيحل سيمولتينيس. طيب هنا جي اكس نوت واي نوت زد نوت. تعالوا كده نحل اول واحده واسيبكم انتوا تحلوا النقطه الثانيه. واي 1 ايكوال واي نوت اللي هي 0 الاتش نوت اللي هي 0.2 الفانكشن اللي عندي اللي هي 3 في مين بقى؟ في واي نوت اللي هي 3 في 0 زائد 2 في الزد نوت يعني زائد 2 1. يعني الكلام ده هنا بتساوي كام؟ 0.2 مضروبه في الاثنين يعني 0.4. من هنا على طول ممكن ترجع كده وتقول ان انا عندي خلاص انا لقيت ان الواي 1 بتساوي كام؟ 0.4. طيب تعال نحل على اليمين. زد 1 بتساوي ايه؟ زد نوت اللي هي 1 زائد الاتش نوت اللي هي 0.2 مضروبه في الجي. الجي اللي هي عباره عن مين؟ 4. الواي بكام؟ واي نوت بزيرو. زد نوت بتساوي طبعا انتوا فاهمين ان هنا في الايكويشن كان ممكن يبقى فيه اكسات وهعوض بالاكس بكام؟ بزيرو. تمام كده؟ طيب ده لما تيجوا تحسبوها دي كام؟ 1.2. فهنا هروح اكتب 1.2. شايفين الخط اللي انا شديته كده؟ جيبوا لي كده واي 2 بتساوي كام وزد 2 بتساوي كام. قدامكم دقيقتين تحسبوا. طبعا اويلر مفيش اسهل منه. الدنيا شايفينها ماشيه ستريت فورورد قوي يعني. هي الاتش هي دي الديفينيشن بتاعتها. هي اصلا الستيب سايز اللي انت بتاخده عشان تجيب عند النقطه الجديده. بجيب النقطه الجديده من مين؟ النقطه قبل. هي دي على فكره الحاجه الوحيده اللي بيظهر فيها هو انت بتحسب عند اكس بكام. الاكس انا بس بحسب عنده اللي هو بوينت 2. ممكن مثلا كان مثلا في النقطه الجديده زد ويخلي اكس. لا يعني عمره ما هيديك زد ويشيل الاكس. مش هتعرف انت تجيب الاكس او لازم ساعتها تقلب المعادله ان اكس ايكوال جي في اكس وواي. هتشقلب المعادلات في الاخر. انت عندك حاجتين سيمولتينيز بتحلهم وده اللي بتعرف تعمله. يعني من الاخر دايما عندك اندبندنت فاريبل واثنين ديبندنت. يعني الواي هي فانكشن في الاكس واي وزد والزد هي فانكشن في الاكس والواي والزد. لكن دايما الاكس لازم عمرك ما هتلاقي له معادله ثالثه. فدايما هو يديك معادلتين اخرك بس تعرف تجيب معادلتين الاثنين فاريبلز وتسيب الثالث هو لوحده ملوش معادلات. هو ده دايما اللي هيبقى جيفن. يعني بص هنا جيفن دايما مين؟ الاكسات. طبعا هنا اول نقطه جيفن الواي والزد بعد كده احنا بنجيب الواي والزد. حد حل دول؟ مش عايز اقعد بس السكشن يقلب بنكتب ارقام عشان كده سايبكم انتوا تحلوا. طب ما سؤال يا باشمهندس، لو انا بحسب زد واحد استخدمت القيمه اللي انا جبتها في واي واحد شوف ده كده حل احسن. انت لما بتحسب من دي عايز تستخدم هنا النقطه اللي انت جبتها دي؟ لا كده ما قلبتش سيمولتينيوس. انا فاهم فكرتك بس لا انت ما ينفعش اصلا تستخدم هنا الواي الجديد لان الواي الجديد دي هي نقطه جديده. لكن هي اصلا انت بتستخدم لازم باستخدام هي الاتش ده هو اللي بيحددك. ساعتها انت كده لما بتحسب عند النقطه الجديده انت بوظت الديفينيشن بتاع الاتش اللي انت بتستخدمه. الاتش ده هو فرق الاكسات. دي النقطه اللي انت عندها وتروح تحسب نقطه ثانيه في ال 3 دي. لو دي هي عندها الاكس نوت واي نوت ولو هي في ال 3 دي زد نوت فمن دي بتحسب اكس 1 واي 1 زد 1. ما ينفعش زد 1 وانت بتحسبها تكون معتمده على الواي 1 لان انت اكنك بتجيب فاهمين اكنك بتجيب المعادله اللي عندك دي هي معادله. طبعا لو هي هنا في ال 2 دي اكنها معادله السلوب اكنها الفيرست اوردر ديفت اكنك ماشي على السلوب علشان تروح تجيب النقطه الثانيه. دي كده ديفينيشن.
ريدكشن سريع. هو حد عارف اصلا هي الايكويشن دي جايه منين؟ حد شافها قبل كده ان الواي داش الاويلر دي جايه منين؟ بالظبط هي من تيلر. حد فاكر هو تيلر لما بتفكه عباره عن ايه؟ هتلاقوا الاف اوف اكس وواي بتساوي مين؟ التفاضل الاول بتاع الفانكشن عند اكس بالظبط. ده هتلاقوا هنا هي واي اي بلس 1 ماينس واي اي مين يعني ايه؟ ده فرق الوايات على الاتش اللي هو فرق مين؟ فرق اكسات. فتلاقوا دي اصلا هي المعادله الفضوليه اللي هي جايه من اول ما بتاخد بس اول ترمين في واي. حد حسب واي 2 وزد 2؟ واي 2 بوينت 76 بكام؟ احنا عندنا الزد 1 احنا جبنا الواي 1 والزد 1 صح؟ دي 0.82 صح كده؟ هتطلع 0.77 كام؟ 77 بحل. لا اه بس قلت ايه؟ 76 ودي بكام؟ 1.48 يعني هنا ده 0.76 وهنا 1.48. حد عنده مشكلة في الأسئلة دي؟ تعالوا نحل النوع الثالث اللي هو الهاير اوردر عشان اوريكم ان احنا مفيش هاير اوردر ولا حاجه. دي مش طريقه مش نوع اسئله. طيب حد عارف وارد يعني في الاسئله الهاير اوردر هتلاقي مين؟ يعني هتلاقي شكل الايكويشن فيها ايه؟ واي داش واي ايه؟ واي داش تمام. هي دي السكند اوردر على فكره. ممكن يبقى عندك واي 3 داش بس مش هتجيلك في الامتحان عشان ساعتها مش هتحل 2 سيمالتينيوس. ساعتها هتحل 3 سيمالتينيوس بس انت تبقى فاهم او يعني اشرح لك الطريقه بتاعه 2 سيمالتينيوس او الهاير اوردر هو السكند اوردر لكن تبقى عارف ان في ثيرد اوردر والفورث اوردر انت برضو تعرف تحله. طيب السؤال رقم 3 هنا مديني كده ان الواي دبل داش زائد 2 واي داش زائد واي الكلام ده ايكوال اي تو ذا باور اكس. على فكره المعادله دي من المعادلات اللي انتوا خدتوها وانتوا بتحلوا الكورس بتاع الاو دي اي. كنت الجزء اللي على الشمال فاكرين بتساويه بزيرو وتروح تجيب حل هوموجينيوس وبعد كده بتستخدم اي تو ذا باور اكس باستخدام الفاريشن اوف بارامتر او بطريقه اليو سي ميثود. لو الناس فاكره الاسماء دي شويه انا مش مطالب ان انت تبقى فاهمهم، انا بقولهم لك عشان انا بدرس رياضه يعني وان انا جامد وكده فانا عارف كل حاجه يعني بتنطط عليكم يعني. بس محدش طبل لي ولا قال لي مش فارق معايا انا كده كده واثق في نفسي كل الكلام ده متصور معايا. طيب بص بقى هنا عايزين نجيب ايه بقى؟ هنا ايه اللي جيفن وايه اللي عايزين نجيبه؟ طيب هكتب لك كده كل الحاجات اللي هي الجيفن. بص كده على دي، بص كده على دي يا شباب، بصوا كده معايا على دي كده وتعالوا نحاول كده نمبهل اي حاجه خدناها قبل كده. طيب احنا خدنا تاني اويلر وحلينا باويلر الفيرست اوردر وخدنا سيمالتينيوس بعدين. حد شايف هو ايه اللي مضايقك في المعادله دي؟ هو انت دايما ارجع تاني كده اللي انا كاتبه لك على الشمال. اويلر اويلر بيحل مين؟ فيرست اوردر. فيرست اوردر اللي هو يبقى شكله ايه؟ واي داش بس. واي داش لازم يبقى عندك حاجه فيرست اوردر. طب ازاي احول حاجه من هاير اوردر اقلل الاوردر بتاعها؟ حد عنده اي اقتراح؟ افرض واي داش بزد وعلى الشمال. حلو. حد قال لك طيب تعالى كده انا متضايق من الواي دبل داش صح؟ راح قال لك طيب بدل ما اتعامل مع الواي دبل داش قال لك تعالى خد كده افترض معايا كده ان زد بتساوي ايه؟ واي داش. تعالوا ناخد اللي هو بيقوله كده ونمشي وراه. لو انت خدت زد ايكوال واي داش اشد سطر كده معلش وسع هنا الدنيا شويه. حد يقول لي كده دي هكتبها ازاي لما اشيل كل واي داش واسميها زد؟ زد داش
تعالوا كده معلش انا هكتبها من اليمين للشمال دي اي تو ذا باور اكس زي ما هي صح؟ حد متضايق من دي؟ لا الايكوال ما فيهاش مشكله الواي هسيبها واي انا ما عملتش حاجه في الواي انا كل اللي لعبت فيه مين؟ دي بقت بدل 2 واي داش بقت عباره عن 2 كام؟ تنزل طيب الواي دبل داش لو الواي داش او الزد هي واي داش يبقى الواي دبل داش هي مين؟ تمام كده حد عنده طريقة أنضف نكتب بيها المعادلة دي عشان نعرف نحل بعد كده حد فاهم نكتب ايه؟ صح خد الحاجة اللي فيها الديريكتيف لوحدها يبقى زد داش ايكوال ايه؟ اي تو ذا باور اكس ناقص واي ناقص بصوا كده على المعادلة دي وبصوا على دي وبصوا على الأسئلة وقولوا لي ايه اللي غيره علشان نكون بنحل سؤال السيمولتينيس اللي قلت لكم عليه تاني احنا كل اللي عملناه قلبنا سحبنا ان الواي داش هي عباره عن زد وكتبنا تاني المعادله بالمنظر ده طيب ايه اللي اعمله بقى في كل السؤال يشقلب الدنيا تاني تعالوا كده بص عند اكس نوت اكس نوت بتساوي 0 عندي الواي نوت بتساوي 1 عندي الواي داش نوت بتساوي ماينس 1 حد عنده اقتراح نشيل الداش دي ونكتب مكانها مين بالظبط هي دي معناها هو ده عباره عن مين كده رجع التاني سؤال بتاع ايه بتاع سيمولتينيوس اكن عندي ان الزد داش ايكوال الكلام ده يعني اكن زد داش ايكوال اف اوف اكس وواي وزد صح كده حد مجمع دي الحقيقه انا كتبتها غلط كان الاحسن ان انا اكتبها واي داش ايكوال ايه زد عشان يبقى عندي دايما على الشمال الدريفت وايكوال حاجه على اليمين حد فاهم هي واي داش ايكوال مين جي اوف اكس وواي وزد انا فاهم ان انت هنا ما عندكش غير على اليمين بس هي الزد بس انت لازم تكتبها ان هي فانكشن في التلاته حد بقى مجمع هو ايه اللي مطلوب عندي مطلوب عندي ان انا احسب اكس 1 عند الاكس 1 احسب الواي 1 واحسب مين الواي 1 داش دوت بالظبط وده هنا احسب مين زد 2 عايزين نكملها بالارقام تعالوا نحلها بس بالارقام عند اول نقطه اللي هي الاكس 1 بوينت 1 هنا الاتش نوت بكام بوينت 1 طب حد كده يقول لي هنا احل دي الاول ولا دي الاول هل فرق مش فارق هي انت ممكن تحل ده الاول او ده الاول مش فارق طيب حد يقول لي من دي هروح اجيب مين من دي هجيب واي 1 ولا اجيب زد 1 واي 1 اوكي كويس انت بتشوف هنا هي الديريفتيف وتروح تحلها زي الايكويشن دي هنا واي داش وهنا زد داش هنا اللي بحلها طب قول لي كده على طول واي 1 ايكوال مين واي نوت اللي هو بكام؟ هقعد على طول بالارقام انتوا بقيتوا فاهمين صح كده؟ اللي هي عباره عن واحد، واحد زائد مين؟ كاني واحد زائد الاتش نوت في الفانكشن او في الجي الاتش نوت اللي هو بكام؟ بوينت 1 افتح قوس كده واعوض هنا عند الزد بكام؟ بالظبط هي النيجاتيف 1 دي هي الزد نوت دي او كانها هي الداش طيب من هنا بروح احسب برضو مين؟ زد 1 طب حد يقول لي كده الايكويشن بتاع زد 1 محتاجه ايه هي زد نوت زد نوت اللي هي كام اللي هي نيجاتيف 1 زائد الاتش نوت اللي هي بوينت 1 مضروبه في مين في الاف عند اكس نوت واي نوت زد نوت افتح اقواس كده وابدا العب عندي اي باور اكس اعوض بالاكس بكام ب 0 ماينس واي اعوض بالواي بكام بواحد دي الواي نوت ماينس 2 زد نوت يعني ماينس 2 في ماينس لقيتهم مجمعين الكلام ده كده معناها ان انا جبت واي 1 وجبت زد 1 اللي هي في نفس الوقت واي 1 داش اعرف من دي اروح اجيب الاكس 2 والواي 2 فاهمين ده فاهمين احنا بنعمل ايه اتفضل هو انا بناء عليه خدت الاول ان واي داش بتساوي زد فمثلا ايه الواي دبل داش هنا بتساوي زد طيب همشي ورا اللي انت بتقوله بس تعالى نحاول نوصل له ايه لما تقول ان واي دبل داش ايكوال زد كمل لي كده الحل يعني قول زد زائد 2 واي داش ايكوال زائد واي ايكوال اي تو ذا باور اكس فهنا تسحب الواي داش انا جاي من همشي معاك كده للاخر ونشوف بس احنا نوصل ليه اي اكس ماينس واي ماينس زد ونقسم على الاثنين دي فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن وتمام انت معاك النقطه اللي قبلك اللي هي الاكس والواي وانت بتفترض ان معاك زد زد اللي انت مسميه ايه هو اصلا جيفن في السؤال ان الواي دبل داش عند النقطه 0 عندك جيفن لا بس على فكره تعرف تجيبها تعرف تجيبها بالديفرنشيشن لو انت معاك نقط تعرف تعمل ديفرنشيشن بس اذا معكش غير نقطه واحده مش هتعرف تجيب بس خلينا ماشي ورا الكلام ده
مش شكل حاجه اويلر بتعرف تحل. بص اويلر بيعرف يحل مين؟ واي داش. فانت انت اصلا اللي كنت عايز تخلص منه هو الواي دبل داش. اكملك السؤال اصعب، تعالى كده اقول لك على حاجه تعالى نفكها مع بعض، بس هي سخيفه شويه بس عايز افرقوا عليها يعني، عشان هي مش هتلاقوها في الشيت وغالبا مش هتلاقوها في الاسئله، بس تبقى انت عم تستخدم نفس الطريقه. لو انا جيت قلت لك مثلا يعني ان واي وانا قلت لك حاجه بالمنظر ده، حد عارف دي بتتحل ازاي؟ تمام، تعالى كده هي واحده واحده. هي مفروض السؤال ده بص كده هقول ان واي داش ايكوال زد. زعلان من دي؟ طيب واي دبل داش تساوي مين؟ زد داش اللي هي هتشيلها ومضطر تحط حاجه اسمها دبليو. عارف ليه دبليو؟ عشان انا اصلا مش عايز واي دبل داش. شايف اللي انا عملته ده؟ زد داش ايكوال دبليو، فالدنيا تمام. هتلاقي المعادله دي واي 3 داش هي عباره عن مين؟ هي دبليو داش زائد 2 واي دبل داش اللي هي مين؟ ها شايف؟ مين؟ مين الواي دبل داش؟ لا دبليو زائد دبليو زائد واي ايكوال اي اكس. شايف انت كده بتحل كام سؤال؟ المفروض اللي انت تعمله ان انا هشيل لك الواي دبل داش عشان دي كده اويلر يعرف يحلها، دي اويلر يعرف يحلها، دي برضه اويلر يعرف يحلها. مجمع كده اللي انا بقوله لك؟ كده المفروض يبقى مديني 4 بوينت بالظبط، مش 4 بوينت، عند النقطة لازم يديلك ساعتها الاكس نوت دي اللي انت عارفها، لازم يديك مين؟ واي نوت. تمام؟ واي نوت داش واي دبل داش نوت. من الاخر انت دايما عشان تحل سؤال ثيرد اوردر دريفتيف او فورس اوردر دريفتيف او اند اوردر دريفتيف لازم يكون معاك النقطه لحد قبل الدريفتيف اللي انت عنده. يعني هي لو سكند اوردر دريفتيف لازم يكون مديك لحد مين؟ الواي داش. لو ثيرد اوردر دريفتيف لازم يكون مديك لحد الواي دبل داش وهكذا. فاهمين بس اللعبه اللي احنا بنلعبها؟ هي كلها لعبه رياضه بسيطه خالص عشان تحل السيمنتينيز دي. لا لا، ما انا عشان كده بس بقول لك ان هي بره الموضوع، بس انا بوريك بس ان انت تبقى فهمت التكنيك انك تعرف تحل حتى حاجه اوردر دريفت واكبر. طيب طبعا سؤال اويلر هو من اسهل الاسئله برضو اللي ممكن تجي لك في الامتحان لان هو طريقته بسيطه جدا. طيب احنا كده المفروض حلينا الثلاث اشكال، بس انتوا بقيتوا فاهمين هم كلهم شبه بعض في الاخر. يعني هي فيرست اوردر والسيمولتينيس. احنا في الاخر قلنا ان الهاير اوردر كانك بتحل مين؟ سيمولتينيس. نفس الثلاث حاجات دي هنحلهم، بس هنحلهم المره دي بحاجه اسمها الرونش كوتا. الرونش كوتا من الاسئله هي هكتب لكم المعادلات سهله وهتلاقي نفسك بتهز دماغك والدنيا بسيطه لما تيجي تذاكرها. ايه السهوله دي؟ انا بحسب اربع حاجات، من الاربع حاجات بحسب حاجه والحاجه والدنيا تمام، وشكل الموضوع الكتابه مش كبيره قوي يعني، كتيره شويه بس مش كتيره قوي يعني، فبتلاقي الدنيا ماشيه. الرونش كوتا من الحاجات السخيفه لازم تحلها بايدك. انا بقول لكم اهو، انا امتحنت مليون مره النيوميريكال دي، كنت دي رونش كوتا لازم اقعد احله بايدي قبل ما اخش الامتحان علشان كان الموضوع سخيف وبيطول قوي في الامتحان. رونش كوتا هكتب لكم المعادلات بتاعت الرونش كوتا ونحل بيه الاسئله اللي هي 4 5 6. لو ما قالكمش يبقى لازم تحفظوها، يعني هي الطبيعي ان هو يقول لك احفظها يعني. طيب هو السؤال الثاني، السؤال الثاني هو ان الواي داش ايكوال اف اوف اكس واي، هو ده اللي رونش كوتا برضه بيعرف يحله زي اويلر. ان انا عندي فيرست اوردر دريفتيف والحاجه على اليمين هنا. تاني كل الفكرة ان انا عندي برضو نقطة اكس نوت وعندي جيفن معاها واي نوت، دول جيفن، بروح اجيب عند اكس 1 عايز اجيب الواي 1، هي دي الانون بتاعي. ده عشان نحل اول سؤال هو الفيرست اوردر. طبعا هو هناخده ونحل بيه سيمولتينيس، ومن السيمولتينيس نروح نحل الهاير اوردر اللي هو بنحل ده. طيب عايزكم تبصوا بس على دي، هي في الاخر انت مين القانون اللي عايز تجيبه علشان بس تبقى فاهم انت عايز تحل ايه.
لان السؤال بتاع رون سكوت من كتر ما انت بتحسب حاجات كتير انت بتنسى هو انت اصلا عايز تحسب مين في الاخر. انا كل الفكره في السؤال انا عايز اجيب مين، عايز اجيب الواي 1 سيبكوا من اي حاجه تانية مكتوبه. طيب تعال اقرا حاجه بالعكس، هي الواي 1 هي عباره عن مين؟ واي نوت زائد تيرم. فاهمين هي دي كده بتعمل ايه؟ كاني فاكرين كان في سؤال كنا بنحل ان الاكس ايكوال اكس نوت زائد دلتا اكس، فاكرين الحاجات دي كنا خدناها واحنا بنحل. اكني بقول ان انا عارف عايز احسب بس في فرق ما بين النقطه اللي انا واقف عندها والنقطه الجديده، هو ده اللي انا محتاج احسبه. فهنا عايز يقول ان الواي 1 الواي الجديد هو نفسه الواي القديم زائد ايه؟ زائد تيرم. فانت مضطر تحسب الترم اللي هو الكي افريج ده. طيب الكي افريج ده هو عباره عن ايه؟ تعالوا نبص عليه كده. هتلاقي الكي 1 هي عباره عن اتش في اف اكس نوت واي نوت. خلينا بس نفصص كل ترم كده عشان فاهمين. طيب عارفين مين الاتش صح؟ فرق ايه؟ الاكسات اللي هو ده، ده بالنسبه لي هو الاتش الاولاني اللي انا بجيبه. فاهمين مين الاف دي؟ مين الاف دي؟ عشان بس ما تتوهوش. هي الواي داش هي اف اكس واي، هي دي اصلا المعدل الاو دي اي اللي هو مديها لك، فدي اصلا اللي انت هتعوض فيها. حد عنده مشكله ان انت تجيب الكي 1؟ ما عندكش مشكله. لو انت معاك الاتش ومعاك الاكس نوت والواي نوت اكيد اللي هم دول، يبقى اعرف اروح اجيب مين. كي 1 لحد هنا الدنيا تمام. المعادلات هقول لكم طريقه سهله تحفظوها بيها. انا في حاجه بعملها عاده، يعني شايفين كل الاتشات دي بس عشان اسبق الاحداث شويه، هم كلهم مضروبين في اتشات مظبوط ولا لا؟ بلاش هنبوظ الدنيا، خليها مضروبه في اتشات زي ما هي عشان كان في هي دي ليها ايكويشن ثانيه ساعات بيسحبوا الاتشات من هنا ويضربوها بره، بس بتغير حاجه هنا في الحسابات جوه، خلينا ماشيين على دي وخلاص. طيب هي الاولانيه هي الاتش في الاف عند اكس نوت واي نوت. الكي 2 بصوا بس، هي الكي 2 فيها حاجه. الكي 2 بتعتمد في حسابها على مين؟ الكي 1 على الكي 1. الكي 3 بتعتمد على الكي 2. الكي 4 بتعتمد على الكي 3. فالمشكله ان هي دي اللي كنت بقول لكم عليها، انت في اي كي حسبتها غلط السؤال بعديها كله ايه؟ كله راح. طيب بصوا كده معايا هقول لكم على حاجه سهله. الاولانيه هي اكس نوت صح؟ اخر واحده هي مين؟ اكس نوت بلس اتش، يعني اكنك وصلت لمين؟ للاكس 1 اللي انت عايز تحسبه. الاثنين اللي في النص هتلاقيهم هم اكس نوت زائد نص المسافه. انا بس بحفظكم الايكويشن. هي دي السهل اللي هي اكس نوت زائد اتش على 2، اكس نوت زائد اتش على 2، اخر واحده هي اكس نوت زائد مين؟ زائد اتش. فاهمين ده؟ مجمعينه؟ الاولانيه هي مين؟ واي نوت. الاخيره هي واي نوت زائد مين؟ زائد كي 3 كامله. نفس الكلام اللي في النص زي ما خدت نص الاتش، هنا هتاخد نص مين؟ الكي. فاهمين الفكره؟ انا بس بحاول احفظكم الايكويشن. في الاخر الكي افريج انت بتقول هي 1 على 6. بصوا دايما لما بياخدوا افريج 1 على 6 يبقى لازم مجموع الترمات اللي جوه اللي انت بتضرب فيها لازم يكون كام؟ لازم يكون 6 عشان ساعتها يكون الافريج ليه معنى. بس ده بنسميه ويتد افريج. ويتد افريج فهو الاولاني بياخده زي ما هو والاخير بياخده زي ما هو. ليه؟ هتلاقي هنا في اكس نوت وهنا اكس نوت زائد اتش، فدول بياخدهم زي ما هم. اللي في النص اللي هو كان ضاربهم في انصاص هيصلح غلطه ويعمل ايه؟ بيضربهم في كام؟ في اتنينات. انا بس بحاول احفظكم الحاجه لان هي دي انت هتلاقي نفسك. انا دي من الحاجات اللي هقول لك اول ما تخش الامتحان لو لقيت سؤال رونش كوتا اكتب المعادلات وحله على طول قبل ما تنسى، يعني او اكتب المعادلات وارجع تاني للسؤال علشان هتنساه، هتنسى الكهات وانت في وسط دخلت الامتحان يعني. طيب يبقى انا كل الفكره السؤال ان انا اصلا عشان احسب الواي الجديد دي معاناه، لازم اروح احسب اربع كهات واحسب لهم الافرج وبعد كده اجمعهم على الواي، فالموضوع عنيف شويه. طيب تعالوا ناخد كده في الشيت السؤال رقم 4. هنا انا ابروكسيميت جيفن ان الواي داش ايكوال 2 اكس زائد واي، عايز يجيب الابروكسيميشن بتاعت واي ايكوال عند 0.2 وعند 0.4، او خلينا نرسم على طول كده البتاع. عند الاكس نوت بتساوي 0 عندنا الواي نوت بيساوي 1. اللي مطلوب هنا عايزين نحسب عند الاكس 1 بتساوي 0.2 وعايزين نحسب عند الاكس 2 ب 0.4. كل الفكره هنا عندي عايز احسب الواي 2 واي 1 بكام، وهنا عايز احسب الواي 2 بكام. طيب نحسب الكلام ده ازاي؟ تعالوا بقى نبدا نخش كده بايدينا شويه في الحل ده. حد يقول لي كده هي الاتش هنا مبدئيا بكام؟ او الاتش هستخدمها؟ خليني بس صريح معاكم في حاجه، هم دول المفروض مش اكس نوت واي نوت، هم دول المفروض
الاكس اي او الكلام ده. او على فكره انت ممكن كل اللي تعمله انك كل مره تعتبر النقطه هي الاكس نوت، يعني عشان احل النقطه دي هم دي اللي قبل، عشان احل دي هستخدم مين دي اللي قبل. طبعا انتوا السؤال ده عنيف جدا، انك بعد ما تقعد تحل الاربع كيهات وتجيب الواي الجديد بتستخدم النقطتين الجداد، النقطتين النقطه اللي انت جبتها دي عشان تروح تجيب النقطه اللي بعدها. فاهمين طبعا مأساة الموضوع؟ انت لو غلطت في كيهايه في النص انت بقيت كل اللي انت بتحله ده ايه؟ راح في داهيه خالص. طيب الاتش الاولاني عندنا هنا بكام؟ بوينت 2. طيب تعالوا كده نبدا نخش كده ونقول ان احنا عايزين نجيب كي 1. كي 1 بكام؟ ملوني كده الارقام بدل ما انتوا قاعدين زهقانين برضه. بوينت 2 في الاف، الاف خليني هكتبها لكم كده كامله. الاف عند 0 اللي هي الاكس نوت، وعند الواي نوت اللي هي بكام؟ وعلى فكره في وقت ما في الامتحان هتلاقي نفسك بتكتب دول وبتروح تحسب على الكالكوليتر، انت عامل الفانكشن، عامل الفانكشن وبس بتعوض بايه؟ بتدوس كالك وتديها الاكس والواي. فاهمين الفكره؟ هقول لكم الفكره. شايف دي؟ انت بتحسب الفانكشن كام مره؟ ركزوا معايا كده في اللي بقوله بس، فهو كده سيكا و تحسبها ايه؟ هي دي اعنف حاجه، كل مره بتديها اكس نوت وواي نوت، هما دول هنا دي حتى بس وانت بتحل الفيرست اوردر هو اكس نوت واي نوت، والموضوع بسيط. فاهمين لما نيجي نحل سيمالتينيس هتعوض بمين؟ اكس وواي وزد. الموضوع طبعا هيبقى عنيف شويه، فانت كل اللي تعمله على الكالكوليتر انت تدخل الفانكشن، الفانكشن هي مين؟ 2 اكس زائد واي. اشتغلوا معايا كده 2 اكس زائد واي واعملوا كالك كده. دوس على الزرار بتاع الكالكوليتر هيقول لك اديني الاكس والواي، اكس والواي تقوم له ب 0 1، حد يقول لي كده طلعت كام؟ وبعد كده اضربوها في بوينت 2. تطلع بوينت 2 وبوينت 2 وبوينت 1 وبوينت 2 وبوينت 2. تمام كده؟ طلعت الكي الاولانيه لبوينت 2، الدنيا تمام؟ تعالى كده نروح نحسب كي 2، وقولوا لي كده المعادله بتاعت كي 2 نكتب فيها ايه، وبعد كده احسبوها برده انت على الكالكوليتر بنفس الفانكشن دي. هنكتب فيها ايه؟ ال H بكام؟ 2.2. ال F بقى هنحسب عند F بتاع مين؟ X نوت زائد H على الاثنين، X نوت اللي هي 0، H على الاثنين اللي هي كام؟ 0.1. ادينا الحمد لله كده، على فكره اسهل حاجه تروح تكتب كده، بص كده. انت ممكن اصلا تنجز نفسك بالشكل ده. حد فاهم انا بعمل ايه؟ كل الاكسات هي اكس نوت، اكس نوت زائد اتش على 2، اكس نوت زائد اتش على 2، اكس نوت زائد ايه، فدول اصلا انت ممكن تخلص منهم، هم 0 0.1 0.1 0.2. حد زعلان من الارقام دي؟ كل مشكلتي بس في مين؟ في دول. هنا لازم اقول هي واي نوت زائد كي 1 على الاثنين. تعرف تحسب النقطه اللي انت عايز تحسبها عندها الجديده؟ هي الواي نوت هي كام؟ 1. 1 زائد كي 1 على الاثنين يعني كام؟ 1.1. كالكليت كده وقول لي الرقم اللي طلع لكم. فاهمين بس انا ايه اللعبه؟ انك بتحسب الاكس والواي اللي انت عايز تحسب عندهم وتحطهم في الفانكشن وتعمل كالكليت. هو دول اسهل حاجه تنجز بيها على الكالكليتر يعني. حد حسب؟ 2.26. طيب حد عارف هنا احط مين؟ هنا احط هي واي نوت زائد كي 2 على الاثنين، صح كده؟ عشان احسب الكي 3. واي نوت تاني اللي هي بكام؟ اللي هي بواحد زائد نص ده يعني زائد 0.13، فده 1.13. مظبوط كده؟ حد حسب دي؟ شايفين الانجاز؟ انت بتنجز وانت بتحسب الارقام بالمنظر ده. هي دي بس اللي بقول لكم عليها، عود نفسك في البيت انك تقعد تجرب بس تحل سؤالين ثلاثه مش كتب ايدك. طبعا هتبص على الموضوع هيبقى مأساة شويه لما نيجي نحل السيمالتينيوس والهاير اوردر. طيب هنا هنجمع مين؟ اخر مره هي واي نوت زائد الكي 3 كامله، يعني هنا هي 1 زائد نفس الرقم ده، يبقى هو 1.266. الرقم ده لما تيجوا تحسبوه هيطلع لك 0.332. طيب على فكره هو في ناس بتروح تكتب الكي افريج، او في ناس على طول بتكتب ان الواي الجديد الواي 1 هو ايكوال الواي نوت اللي هو بكام؟ ب1. الكي افريج ده على فكره ممكن تقول هو 1 على 6 وترص الارقام، او رص الارقام هو 0.2 زي ما هو زائد 2 في 0.26 زائد 0.266
زائد 0.332. فاهمين؟ هو ده الاولاني والتاني زي ما هما، والاتنين اللي في النص بضربهم اتنينات وبقسم بواحد على 6. طبعا بعد ما ربنا كرمك كده جبت الواي 1، المفروض تروح تجيب مين؟ عند الاكس 2 تجيب الواي 2. هجيبهم ازاي؟ انا بس طبعا اكيد مش هحلها عشان الارقام ما تبقاش مملة بالنسبه لكم اكتر من كده. انت كل الموضوع دلوقتي هتستخدم بس مين؟ النقطه اللي قبلك. يعني لا سيبهم اكس نوت واي نوت، لا اقلب كل الاكس نوت اقلبه اكس 1 وكل الواي نوت اقلبهم واي 1. مجمعين دي؟ عايزين نكتب لكم الجنرال فورمولا، خليني اقول لك عليها. دي هي واي اي بلس 1 ودي هي واي اي، كل دول هقلبهم اكس اي واي اي. تعالوا ناخد اخر سؤالين في الشيت، هنكتبهم جنب بعض، اكتبهم جنب بعض لان في الاخر هما خلينا نكتب الاول ال 5 بعد كده نكتب 6. نحل 5 او نحل واحده فيهم بس، مش نحل الاثنين. جهزوا انتوا حالكم عشان انتوا اللي هتكتبوا ارقام، انا مش هكتب ارقام، انا هسيب بس الاف زي ما هي وانتوا اللي هتحلوا. طيب هنا في السؤال ده بيقول لك جيفن ان الواي داش ايكوال 3 واي زائد 2 زد. هو نفس السؤال على فكره اللي حلناه قبل كده، ده نفس سؤال رقم 2. وجيفن كمان ان زد داش ايكوال 4 واي. فاهمين طبعا انا ليه قسمت الحاجه صح؟ عشان هنا بنحل ايه؟ سيمونتينيوس. طيب وزد داش ايكوال 4 واي زائد زد، هنا بيقول لك جيفن ان النقطه عند ادالك ان الاكس نوت بتساوي 0 واي نوت بتساوي 0 برضه وزد نوت بتساوي 1. النقطه اللي عايز اكسب عندها اللي هي عند الاكس 2 سوري عند الاكس 1 0.2، عايز يجيب الواي 1 وعايز يجيب الزد 1. معلش دي المعادله اللي احنا بنحلها والمعادله الثانيه اللي بنحلها. عنده حد عنده اقتراح نعمل ايه؟ سؤال زي ده وعايزين نحل بالرونش كوتا. ها حد فاهم الرونش كوتا هنعمل ايه؟ هنا كان عندي بس واي داش ايكوال اف اوف اكس وواي، وكان ظاهر لك هنا اف اوف اكس وواي، ومفيش غير حاجتين في دي. انت مضطر يبقى عندك كام حاجه؟ ثلاثة. طب ثلاثة احلها ازاي؟ السؤال ده هو سؤال سخيف في السيمونتينيوس عشان هوريكم كده هو سخافته في ايه. سخافته ان انت هتبدا تقول هنا دي ان واي داش هي ايكوال اف صح كده في اكس وواي وزد. حد زعلان من دي؟ ماشي. الزد داش هي جي في اكس وواي وزد. حد كده يحرق لي الفيلم، واحنا في الاخر خالص انت نفسك توصل تكتب ان الواي الجديد الواي 1 هو ايكوال مين؟ بص كده على الرموش كنت اقول لك اكتب ايه. واي نوت زائد في كي هنا افريج صح كده. طب نفسك برضه على اليمين تكتب ايه؟ ايوه قولوها لي كده. زد 1 ايكوال زد نوت زائد هي كي افريج دي؟ لا يبقى تحبوا نسميها حاجه ثانيه ولا نسميها برضه كي؟ زي ما انتوا عايزين. الدكتور سماها لكم ايه؟ كي واي وكي زد؟ كي وام. تعالى هنا دي نسميها ام افريج. يبقى انت كل اللي انت محتاج تحسبه هو الكي والام. ده المشكله بقى في حسابات الكي والام دي، ليله طويله شويه. بص كده على المعادلات اللي على الشمال وتعالوا نكتب هنا مع بعض. عندي هنا الكي 1، كي 1 بيساوي مين؟ بصوا كده هيغشوا من هنا ويقولوا لي اكتب مين؟ اتش في مين؟ اف اكس نوت واي نوت زد نوت. هو ده المنظر اللي عندي، هي كانت اكس اي واي اي هزود معاها زد اي. الناحية التانية على فكرة بعد ما تحل دي لازم تروح تحل دي، احل دي اكتب ايه؟ ام 1 ايكوال، حد يقول لي كده المعادلة؟ اتش في الجي اكس نوت واي نوت زد نوت، تعرف تحسبهم؟ تعالوا كده نكتبهم تحتيهم على طول، حد يقول لي كده كي 1 هي عبارة عن اتش، اتش عندي بكام؟ الفرق اللي هو 0.2، الاف تعالوا بس نكتب الافات اكس نوت واي نوت زد نوت اللي هم 0 0
واحد. هنا ال M1 هي برضو 0.2 هي نفس الإيكويشن. في بس حاجة حلوة هنا كده عشان أقول لك عليها لما تيجي تعمل كالكوليتر على الكالك على الكالكوليتر. هي دي مش إكس نوت واي نوت زد نوت، هي دي برضو مين؟ إكس نوت. من غير ما تفكر كل الكهات هي نفس كل الحاجات اللي في الـ M-mat، أنت بس بتغير الفانكشن. أنا عارف أنتوا مش مجمعين اللي بقوله ده، بس هقول لكم قصدي ده دلوقتي. هنا 0.01. طيب حد يقول لي كده معادلة K2 أكتب فيها إيه؟ بصوا غشوا برضو كده من على الشمال وقولوا لي أكتب هنا إيه في الـ K2. هي عبارة عن H كده كده. في الـ F بتاع مين بقى؟ أيوه. تمام. حد هيزعل لو انا كتبت لك ان كي 3 هي برضو اتش في الاف اكس نوت زائد اتش على الاثنين؟ حد عارف كي 4 هي اتش مضروبه في مين؟ ايوه مجمعين كده الحته دي. كل اللي فاضل عندي بس هم حساب الواي والزد، هم دول اللي انا هدور لهم على معادلات احلهم. طيب هي الواي قبل كده بصوا كده هي عباره عن مين؟ واي نوت زائد مين؟ حد في حاجه هتتغير هنا؟ هي كي 1 على الاثنين. المشكلة عندي في مين؟ في الزد. لازم زد نوت زاد. قولوها قولوها بصوت عالي تقول صح. بالظبط هي هنا ام واحد على الاثنين. طب حد يقول لي كده المعادلة هنا؟ واي نوت زاد كي اتنين على الاثنين، وهنا زد نوت زاد ام اتنين على اتنين، وهنا واي نوت زائد كي 3 وزد نوت زائد. حد واخد باله من حاجه؟ شايفين الزجزاج اللي انا عملته لكم ده؟ انا قلت لك روح حل دي. بعد ما تجيب دي روح حل دي. ليه روح حل دي؟ في دي في حسابها انت محتاج اكس نوت زائد اتش على الاثنين. تعالوا نكتب كده التعويضه بتاعتها. طبعا انت على الكالكوليتر هتروح تكتب المعادلتين دول وتقعد تعمل بس ايه؟ كالك. الفكره بس اللي انا كنت بقول لكم عليها اتش هنا ب 0.2، الاف هنا انت هتعوض باف اكس نوت زائد اتش على الاثنين اللي هي 0 زائد 0.1 اللي هي 0.1 صح كده؟ طيب هنا هي واي نوت زائد كي 1 على الاثنين. لو الناس كانت حسبت هنا الحاجات هكتب لكم بس الارقام بدي عشان يبقى عندنا سنس كده هو الدنيا ماشيه ازاي. طيب الكي 1 بتاعت الواي هنا طلعت لي دي ب 0.4، ولما جيت عوضت هنا على الشمال جبت الـ M1، الـ M1 طلعت لي بـ 0.2. طب حد يقدر يقول لي هنا هكتب مين؟ امشوا معايا معلش كده واحدة واحدة بس، هو السؤال ده ممل بس هنخلصه كده وده أنت هتحله بإيدك في البيت. أنا هسيب لك أصلا السؤال الأخير هنكتب بس الفكرة بتاعته وأنتوا تكملوه في البيت تحلوه بالأرقام. حاول تحلوه بدري الحاجة لسه في دماغك. طيب بعد ما جبت الـ K1 وجبت الـ M1 هنا 0.2 في الـ F 0.1 واي نوت زائد كي 1 على الاثنين اللي هو مين؟ واي نوت اللي هي بكام؟ واي نوت اللي هي بزيرو. زد نوت هي اللي بواحد، يبقى ده 0 زائد كي 1 على الاثنين يعني زائد كام؟ يبقى ده 0.2. طيب زد نوت زائد ام 1 على الاثنين، زد نوت اصلا بواحد زائد نص دي يعني 1 بوينت كام؟ شايفين بس اللي انا كاتبه هنا؟ انا بس اللي انا بقوله لك هو على اليمين مفروض انت تكتب لي ان معادله الام 2 هي عباره عن ايه. حد عارف؟ انا مش هكتبها بس انتوا قولوها لي. الام 2 هي عباره عن اتش في مين؟ في الجي. اللي جوه الجي اللي بتعوض بالاكس والواي والزد هم فارقين عن دول في حاجه؟ لا. فمن الاخر انت اكتب الكلام ده هنا على الشمال، لكن هنا على اليمين روح اكتب على طول ان ام 2 هي ايكوال بوينت 2 في الجي. جي عند بوينت 1 وبوينت 2 و1.1. فاهمين يعني ايه؟ يعني فعليا اكنك واحد بيحل بيروح يجيب الاكس والواي والزد ويغش التاني يقول له ايه؟ خد ال 0.1 وال 0.2 وخد مين؟ ال 1.1. فاهمين الفكره دي؟ طبعا انت كل اللي بتعمله ان انت بس بتكالكليت دي باستخدام الواي والزد دول. طبعا هنا هي الاكسات ملهاش لازمه لان هنا اصلا مفيش ولا اكسات، وهنا برضو ايه؟ ليه بيعمل ليه بنجيب بيجي الاسئله بالمنظر ده؟ عشان يسهل عليك شويه في التعويضات. لكن طبعا لو انت عملتها كالكوليت بالكالكوليش دي بالكالكوليت دي الموضوع طبعا بينجز اسرع واسرع. طيب هكتب لكم بس الارقام عشان يبقى عندنا يعني سنس كده نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. ده 0.56 وده 0.38. هنا بس قولوا لي كده هنكتب ايه؟ 0.2 في الاف، الاف عند مين؟ دي انا متاكد ان هي 0.1، وعلى فكره دي انا متاكد ان هي 0.2 في الاف عند 0.2. فاهمين ليه؟
دي اكس نوت زائد اتش ودي اكس نوت زائد اتش على 2 اكس نوت زائد اتش على 2. طيب هنا واي نوت زائد كي 2 على 2 يعني بكام؟ واي نوت اللي هي ب 0 يبقى هاخد مين؟ 28 نص دي اللي هي 28 زد نوت زائد ام 2 على 2 اللي هي هتبقى 1 زائد 19 نص دي يبقى 1.19 فعلا. نفس الطريقه ممكن تجيب ام 3 هي 0.2 بدل اف هحط جي عند 0.1.28 1.19 الناس مجمعه كده اللي انا بقوله. المفروض هنا كده تروح تحسب الكي 3 بتاعت الواي تطلع لك 0.644 تحسب الام 3 هيطلع لك هنا 0.462. طيب نفس الكلام هنا هي 0.2 واي نوت زائد الكي 3 كامله 0.644 صح كده. زد نوت زائد الام 3 كامله يبقى هي 1.462 الناس مجمعه الكلام ده. نفس الكلام هنا هتروح تجيب الام 4 الام 4 هي 0.2 في الجي عند 0.2 0.644 1.462 جبت الفاليو دي طلعت الفاليو دي ب 0.9712 ودي طلعت 0.8076. تعرف تحسب الكي افرج هنا؟ حد عارف مين الكي افرج؟ طبعا لما انت ربنا كرمك ووصلت هتبقى هي 0.4 زائد 2 في 0.56 زائد 2 في 0.644 زائد 0.9712 تقسم على ال 6 وتجمع على الواي نوت وتوصل. اكتب لكم بس الفاليوز كده اللي في الاخر دي طلعت ب 0.62987. بعد ما تحسب دي برضه هتلاقيها طلعت لك ب 1.4486. الناس متخيله هو الرنش كوت هي سخيفه ازاي في حلها؟ انت اصلا عشان تجيب نقطتين حتى شايف انت بتحل كام حاجه؟ بتحل 8 بعد كده بتروح تحسب لهم الاب يعني 4 دول بتحسب لهم افرج و4 دول بتحسب لهم افرج. كل حاجه معتمده على حساب اللي قبلها فانت وانس ان انت غلطت كل اللي جاي بعد كده بيخيش يعني. فاهمين الفكره؟ هي دي بس خطوره الرنش كوت. هي ام 3 هي 0.4 ولا 4؟ ام 3 دي اللي هي الكي 3 زي 0.462. مش عارف ممكن تكون في حاجه غلط في الحسابات يعني انتوا راجعوا انتوا الارقام. طيب هو اخر سؤال بس الحقيقه انا مش هحله يعني مش هحله للاخر معاكم بالارقام انا هكتبه وبعد كده انتوا كملوه في البيت. طيب هو ادينا في الرنش كوتا شفنا فيرست اوردر صح؟ وبعد كده شفنا مين؟ متوقعين السؤال اللي جاي هو مين؟ هاير اوردر. اتفقنا ان هاير اوردر ده هو طريقه حل؟ لا هو بترجع تحل بيه سيمولتينيس. اخر سؤال هنا في الشيت مديني هو نفس السؤال برضو اللي حليناه قبل كده. السؤال رقم 6 مديني ان واي دبل داش زائد 2 واي داش زائد واي ايكوال اي تو ذا باور اكس. كان تاني بس سريعا كده كان اللي مديهولي ان هنا عندي الاكس نوت بتساوي 0.1 وكان عندي الواي نوت هنا بتساوي سوري ده اللي عايز نحسب عنده. عند الاكس نوت بتساوي 0 الواي نوت بيساوي 1 والواي داش نوت الواي داش نوت بيساوي ماينس 1. حد فاكر كان كل اللعبه اللي عملناها هي ايه؟ هي نفس اللعبه بس نكتبها تاني وانت تبقى عارف الحاجات اللي بنحلها جنب بعض. حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ هي هنا بس عند ال اكس 1 بوينت 1 عايزنا نحسب ال واي 1 عايزنا نحسب ال واي داش عند 1. حد فاكر ايه اللي عملناه عشان نحل المعادله دي؟ بس كان هي كل الفكره ان واي داش ايكوال زد دي معادله كده والمعادله الثانيه هي ايه؟ زد داش ايكوال بقى كل الحاجات دي على اليمين ايكوال اي تو ذا باور اكس ناقص 2. حد عارف الواي داش شيلها وحط مين؟ الزد ماينس الواي. دول هعمل لهم كهات ودول هعمل لهم اما وربنا يكرمك كده وتوصل في الاخر للحل. طبعا كان كل الفكره ان هي دي هنسميها بدل ما هي واي داش اوف زيرو هنسميها زد زيرو ودي بالنسبه لي هتبقى هي الزد واي. عايزين نحلها بالارقام؟ اكيد لا ما انا عارف ان واحد يعمل لي كده. حتى عايز حاجه تاني؟ الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نكمل بقيه الطرق بس هطلب منكم
وطلب كده معلش انا هتقل عليك المره دي بدل ما انا اللي اجي عشان احط له واحلها بعد ما انتوا خدتوا الاثنين دول ذاكروهم وكده كان مفيش كويزات تاني بس ذاكروهم اكن عندك كويز ووراهم معلش كده قدامه بقيه الطرق اللي خدتوها في المحاضره هتلاقوا اصلا مش محتاج ادي عليهم حاجه الاسبوع اللي جاي فعليا يعني ده المواقف حاجات بسيطه بالزياده اللي هم الطرق الثانيه الموديفايد اويلر هتبصوا عليها وهتبصوا على اللي هو ميلنر وال 3 بوينت تيلر بصوا عليهم يعني فرق بس معادلات التعويضات.